السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن غاية الحرب هو السلام، ولا عجب في ذلك، فالحرب أحد مراحل السياسة وأسوأها، فلا يتم اللجوء إليها إلا عند تعارض المصالح وانسداد قنوات الحوار والتفاوض بطرق السلمية. وبعد الحرب لا سبيل إلا العودة للحوار من أجل السلام. وفي بعض الأحيان تفرض الحروب دون تعارض المصالح، فقط من أجل أطماع أو أهداف واهية لا تتفق مع المواثيق الدولية والحقوق الإنسانية. ولم نكن أبدا نتمنى أن نرى العالم بعد كل ما وصل إليه من حضارة وتقدم ورقي ورشد تندلع فيه هذه الصراعات المسلحة غير المبررة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن شواهد التاريخ تؤكد أن السلام يحقق ما تعجز الحروب عن تحقيقه. ولكن إذا كان هذا قدرنا فنحن بعون الله أهلا له وقادرون على مواجهته. إن مصر دولة عظيمة بتاريخها وشعبها، وهي من أقدم دول العالم ومهدا لحضارته، ولديها من التاريخ والخبرات والتجارب ما تقدمه للعالم والمنطقة كنموذج للسلام والرشد. وقد أشرتم سيادتكم منذ توليكم للمسؤولية أن مصر تدير سياستها بشرف وأهدافها بوضوح وشفافية، وأن خيارها الاستراتيجي هو السلام والأمن للجميع. ويقينا فإن خيار السلام لابد له من قوة تحميه وتدعمه، قوة غير موجهة لأحد لكنها تطل برأسها وتقف حصنا منيعا لهذا الوطن ضد كل من لا يفهم غير هذه اللغة أو تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.